se não foi só. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، نتولى اليوم تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، وهي لحظة قوية نعتبرها انطلاقة لورش هيكلي كبير نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق. ومن هذا المنظور فإن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة. لذا قررنا إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته، وقد ارتأينا إحداث لجنة استشارية خاصة بهذا الشأن أسند رئاستها للأستاذ عمر الزمان، لما أهدناه فيه من كفاءة وحنكة وتجرد والتزام بروح المسؤولية العالية. واعتبارا للأبعاد المتعددة للجهوية، فقد رأينا في أعضاء هذه اللجنة غيرتهم الوطنية على المصلحة العامة وتنوع مشاربهم وتكامل اختصاصاتهم وخبرتهم الواسعة بالشأن العام وبالخصوصيات المحلية لبلدهم. وطبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية في كل الإصلاحات الكبرى، ندعو اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة. وإننا ننتظر من هذه اللجنة إعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل جهات المملكة، على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهاية شهر يونيو القادم. وكما سبق أن أكدنا على ذلك، فإننا ندعو اللجنة إلى الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي للجهوية نابع من خصوصيات بلدنا، وفي صدارتها انفراد الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات في العالم، فقد ظلت على مر العصور ضامنة لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب والوقوف الميداني على أحواله في كل المناطق. كما أن المغرب يتميز برصيده التاريخي الأصيل وتطوره العصري المشهود في انتهاج اللامركزية الواسعة، لذا يجدر باللجنة العمل على إبداء منظومة وطنية متميزة للجهوية، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية. غايتنا المثلى التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة للدول النامية، وترسيخ المكانة الخاصة لبلادنا كمرجع يحتذى في اتخاذ مواقف وطنية مقدامة، وإيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا المغربية الكبرى. وعلى هذا الأساس فإن بلورة هذا التصور
يتعين أن تقوم على مرتكزات أربعة. أولا، التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب التي نحن لها ضامنون وعلى صيانتها مؤتمنون. فالجهوية الموسعة يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة. ثانيا، الالتزام بالتضامن، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في المغرب الموحد. ثالثا، اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات. رابعا، انتهاج اللا تمركز الواسع الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل. حضرات السيدات والسادة، إننا نتوخى من هذا الورش المؤسس بلوغ أهداف جوهرية وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للاستمرار من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة. ويأتي في المقام الثاني انبثاق مجالس ديمقراطية لها من الصلاحيات والموارد ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة. فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة لا نريدها جهازا صوريا أو بيروقراطي، وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة لحسن تدبير شؤون مناطقها. ويظل في صلب أهدافنا الأساسية جاء أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة. فالمغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع المفتعل حولها على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي الخاصة بالصحراء المغربية. وإذ نؤكد أن هذه المبادرة ذات المصداقية الأممية تظل مطروحة للتفاوض الجاد لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية، فإننا سنمضي قدما في تجسيد أزمنا القوي على تمكين أبناء وسكان صحرائنا المغربية الأوفياء من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية، وذلك ضمن جهوية متقدمة سنتولى تفعيلها بإرادة سيادية وطنية. حضرات السيدات والسادة، إننا ننتظر من الجميع التحلي بالتأبئة القوية واستشعار الرهانات الاستراتيجية للورش المصيري للجهوية الموسعة الذي نعتبره محكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي نقودها. ومن هنا نحث اللجنة على الانكباب الجاد على الإشكالات الحقيقية المطروحة في تضافر للجهود والاجتهاد الخلاق لتقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق. ويظل طموحنا الوطني لارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وتنموي. وإذ نعرب لهذه اللجنة عن دعمنا ومتابعتنا لأعمالها، نوجه الحكومة وكافة السلطات للتعاون معها ومدها بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها. والله تعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لتحقيق ما نتوخاه من جعل الجهوية الموسعة عماد الصرح المؤسسي للدولة المغربية التي نحرص على ترسيخها كدولة عصرية للقانون والمؤسسات وللحكامة الجيدة، وذلك في تلازم وثيق بين صيانة حقوق الوطن في وحدته وحوزته وسيادته وحقوق كل المغاربة في المواطنة المسؤولة والكرامة الموفورة ضمن مغرب موحد ومتضامن آمن ومتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.